اتضح بعد كده ان السوري نزل واشتغل. ما المصري مش مجتهد زي السوري، خلي بالك، فاهم ازاي؟ مش مجتهد يعني زي السوري، يعني السوري اي حاجه تكفيه، المصري برضك ايه يعني، انت فاهم ازاي؟ المصري عاوز اكتر واكتر، لكن السوري عادي اي حاجه تكفيه. انت لو صاحب محل تشغل مصري ولا سوري؟ بشغل مصري طبعا، ببلدي، في ابن بلدي بس. لو السوري هياخد اقل ايه؟ ولو السوري هياخد اشغل ابن بلدي برضه. بس في حضرتك فرص عمل، واللي عايز يشتغل في شغل، في ورش، في مصانع، في عايزة، بس المصري عايز حاجة يقعد على مكتب ويقبض فلوس وما يشتغلش. كويس حضرتك؟ عايز ان هو الصبح يروح يفطر ويشرب شاي وده كله، واخر النهار الساعة 2 3 يمشي. انما لو عايز يشتغل في شغل، بدليل النهارده هتمشي حضرتك على اي محل او اي مطعم او اي ورشة هتلاقي مطلوب عاملين. واخد بال حضرتك؟ فاعتقدش ان في بطاله، يعني دي ناس عايزه تعيش، وجت جت بلدنا وبلدها الثاني علشان برضو تاكل عيش وتعيش. لازم يبقى اي شغل غصب عنه، لازم يصحى بدري، كل يوم يشتغل بدري، رب اسره مسؤول، يعني ظروفه كمان ان هو مش لاقي سكن، مش لاقي وظيفه، فلازم حاجه تصير هتتصخر يعني. لا، انا شايف ان المشكله في المصري نفسه. انا شايف ان اي واحد لو عايز يشتغل او عايز يبحث عن عمل، مهما كان اي نوع العمل هيلاقي عمل. اما الشاب فينا عايز يعمل يعني قدام بيته، قدام يعمل في محافظته، واخد بال حضرتك، يعمل بالشهاده بتاعته. هي ماشيه ازاي؟ بيحسبها ايه؟ اي فلوس بتجيله يلا. انما اللي النهارده ابن البلد بيقول لك ايه مثلا؟ طب انا هركب مواصلات بكام؟ هحط سكن بكام؟ هحط مصاريف الاسره كام؟ خدت بال حضرتك؟ فطبعا ادي الوضع اللي هو ايه؟ فيه المصري. عارف مصاريفه قد ايه؟ عارف هيصرف هو ايه؟ عارف الاسره هتصرف ايه؟ عارف هيحط ايجار ايه؟ انما السوري كده كده جاي يعني يعتبر زي حاجه لاجئ على بلدنا. فاي فلوس هيشتغل بيها يقول لك احسن ما فيش.